لمستر اوسيلو الفتره اللي جايه دي عشان يقدر يشتغل بشكل جيد جدا. ومش عايزين نتسرع يا كابتن طارق، طيب. يعني مش عايزين كل شويه نقول ايه مستر اوسيلو لا ده المباراه دي في تعادل، ده طريقه اللعب اصل مش مناسبه مع امكانيات. لا، المدير الفني يا كابتن طارق هو اقدر واحد يقول طريقه اللعب المناسبه، لانه بيبقى عارف امكانيات اللعيبه ايه، فبيقدر يوظفهم بشكل كبير جدا. والراجل ده عنده سي في قوي، فعايزين نثق فيه ونديله مطلق الحريه، بس نوفر له البيئه اللي بتوفرت قبل كده، نديله التدعيمات اللي هو عايزها يا كابتن طارق، نديله التدعيمات اللي هو عايزها، صدقني هنحقق نتائج ايجابيه جدا طيب وهنوصل برضو للبطوله اللي احنا عايزينها. ما انا هرجع اقول لك يا كابتن مصطفى ان برضو الدرش انت النهارده مقيد ومكبل الايدين في قصه الحمد لله. يمكن قرار المستشار المرتضى بعد ما الناس بدعوه الناس يدفعوا الاشتراكات بدري عن 30/6 ده انعش الخزينه بشكل كبير جدا، ولكن انت محتاج برضو اموال كبيره جدا عشان تجيب لعيبه. انت قلت دلوقتي الاستقرار مهم جدا، استقرار مادي، وايضا قصه الاستقطاب بعض اللعيبه المميزه. انا النهارده القدره الماليه ما كانتش زي ما انت بتقول السنتين اللي فاتوا، يعني السنه الاولانيه بتاعت مجلس المشرف المرتضى الاولاني لما خدنا الدوري وكسرنا الدنيا وعملنا فرقه طاير وعملنا سله وعملنا 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 انجازات كبيره جدا عشان كان في فلوس. النهارده انا مش قادر استغل الفلوس اللي جايه لي من بره، انا جاي لي ملايين في فوق ال 200 مليون جنيه مش عارف اجيبهم. بص يا كابتن طارق، انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. اول حاجه ازاي المجلس النادي يقدر يتغلب على القصه ما دي؟ ما اقول لحضرتك على حاجه، انا اتكلم في نقطه مهمه جدا. جماهير نادي الزمالك جماهير عظيمه جدا، وطول عمرها مسانده ودعم للنادي في اي ظروف، الظروف اللي هي الانكسارات قبل الانتصارات. ده جمهور نادي الزمالك جمهور وافي وعظيم فعلا. انا عايز ابقى فيه يعني اتكلم بمنتهى الصراحه يا كابتن طارق، بمعنى انا معايا امكانيات ان انا اقدر اوفر الاستقرار واعمل صفقات كبيره جدا للنادي، مفيش اي مشكله. ما عنديش الامكانيات يا كابتن طارق وعندي مشاكل ماليه، اطلع اقول بمنتهى الصراحه، اقول بمنتهى الصراحه، اعرض على الراي العام اللي هو جمهوري ان انا امكانياتي الماليه عندي الامكانيات الماليه 1 2 3، ما اقدرش اطلع في الامور دي. حل الامور دي ايه؟ لازم يبقى في صراحه عشان الجمهور يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. والله بنقول الكلام ده والراجل بيقول والمستشار احنا بقى لنا كام يا جماعه؟ والله الواحد نسي بقى لنا كتير جدا بنتكلم في القصه دي. المستشار مرتضى عنده صراحه متناهيه كبيره جدا، وعنده من الجراءه ان هو يقول كل حاجه، بس انا بقول لازم الكلام ده يتقال. ولازم الفكر التاني بقى يا كابتن طارق، انت حضرتك نجم كبير، كنت لعيب كبير جدا ومدرب كبير جدا. ابص لشمال افريقيا يا كابتن طارق، شمال افريقيا اللعيب ارخص شويه في المبالغ الماليه. اجيب لعيب يعني ممكن اجيب لعيب مش نجم كبير بس يبقى نادي الزمالك زي زيزو لما جه، يعني زيزو مصطفى زيزو لما جه ما كانش ابتدي اعمل بقى ما شاء الله النهارده احسن لعيب في مصر، يعني من احسن اللعيبه اللي في مصر واحسن لعيب في مصر. ابتدي بقى الفكر بتاعي ان انا ابص على قطاع الناشئين بالظبط، اطلع العناصر المميزه اللي فيها، ابص بقى لشمال افريقيا والدول افريقيا اللي هي الحاجات البلاد غرب افريقيا الحاجات اللي فيها اسعار اللعيبه مش غاليه، اجيب لعيبه. امانويل ده احنا اللي عملناه يا كابتن طارق، امانويل امونيكي لعب في برشلونه طبعًا. ومن نجوم نيجيريا، نادي الزمالك هو اللي صنع او ساهم بشكل كبير في صنع اسم واحد زي امانويل امونيكي. لازم يبقى في تعب شويه في الحته دي، ان انا ادور على لعيبه افارقه، لعيبه في شمال افريقيا اسعارهم مش غاليه جدا، الناشئين بتاعت اللي هم شالوني وكانوا سبب من الاسباب الرئيسيه في اول بطوله دوري عام، كانوا هم من الاسباب الرئيسيه ان انا خدت الدوري العام. ابص على قطاع الناشئين، واحنا عندنا قطاع الناشئين قوي جدا، وعندنا مجموعه لعيبه اللي انا اعرفه ان عندنا مجموعه لعيبه يعني على مستوى عالي مستنيين فرصه، وده وقت من الاوقات اللي زي ما بقول النادي في محنه، ممكن يبقى عنده ازمه ماليه، انما ان شاء الله بالقطاع الناشئين وبالناشئين اللي موجودين ان شاء الله يقدروا يقفوا جنب النادي ويقدروا يكونوا هم السند والدعم للفريق الاول في فتره زي دي، بجانب ان انا بقى اعمل تدعيمات في يعني بدل ما اجيب 5 6 لعيبه يا كابتن طارق لو قدرات الماليه مش قادره، اقلص الموضوع في 2 3 لعيبه واعمل الموضوع ده على مراحل، بحيث ان انا اعمل الترميم واحده واحده. طالما انا مش قادر اعمله مره واحده،
اعمله خطوه خطوه بحيث ان انا ابقى ماشي في خطى ثابته مع بعض، اوصل بالتيم للشكل اللي انا عايزه في وقت قصير جدا.